الحوار بشأن افتتاح القنصليات الجديدة في مدينة الداخلة المغربية. معكم الدكتور شيبة مربيه ربو. في هذا السياق المليء بالتحديات والرهانات فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، ما الذي تستنتجه أنت كرسالة من هذا الحدث الاستثنائي اليوم في مدينة الداخلة؟ شكرا. أظن شخصيا أن هذا الحدث الاستثنائي كما جاء على لسانكم اليوم بالداخلة يؤكد عمق العلاقات ما بين المغرب والدول الإفريقية، وهو أيضا يأتي يعني في إطار يعني قرارات سيادية لهذه الدول من أجل فتح قنصليات بكل من الداخلة والعيون وخاصة الداخلة اليوم، فهذا يعني عادي جدا في إطار العلاقات ما بين الدول التي يعني يؤطرها القانون الدولي، خاصة اتفاقية يعني فيينا سنة 1900 والتي تم التوقيع عليها سنة 1963. بالتالي فهذا يعني يعزز الموقف المتراس والموقف السليم للمملكة المغربية، وتؤكد هذه القنصليات التي لا زالت يعني تفتتح مقراتها الواحدة والأخرى بمدن الصحراء المغربية.